والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الحكيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أيها الأخوة، كما قلت لكم من قبل، الإنسان أحيانا يقرأ آيات معينة فيجد نفسه تنفعل بهذه الآيات وتتأثر بها فترة من الزمن، ويحس أن هذه الآيات تحفر في نفس الإنسان حفرا معينة فتقوي الإيمان وتعمق الصدق وتضع الإنسان مع ربه في مكانة معينة وتمد أمام الإنسان تمد الآمال وتشعر الإنسان بشيء كثير من السعادة. من هذه الآيات التي سمعتموها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله فسروا وبينوا في الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين تولاهم الله برعايته وحمايته وعنايته ونصرته وعزته، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكما قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، وكما قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. إذن مقام الولاية مقام عظيم وكريم، والولي هو المؤمن التقي. يعني مسألة الولاية ما هي مشكلة؟ المؤمن، كل مؤمن تقي فهو ولي. لكن هتقولي من هو التقي؟ أقول لك، يقول العلماء: كل من ترك الحرام وفعل الواجب فهو تقي في أول مراتب التقوى، لأن الله تعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صعب على الصحابة الأمر وقالوا: من منا يستطيع أن يتقي الله كما يستحق الله؟
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يكون شعورا بالنفس أمام جلال الله وعظمته، وشعورا بأنه مهما عدد فهو مقصر، كان يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ليه؟ قال أنا بشعر كأن فيه أحيانا عندي غفلة عن الله. أنت بتغفل عن الله وأنت تقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وتقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى أنت اللي بتقول تنام عيني ولا ينام قلبي، يبقى أنت بعد كده تقول أنا بغفل عن الله أحيانا أو يغام على قلبي وأستغفر الله من أجل ذلك في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. ليه ده؟ ألبيا لأنه عايز يتقي الله كما يجب. فصعب على المسلمين أنهم مقصرون مهما عبدوا، فلم يستطيعوا أن يعبدوا الله كما يستحق جلال الله وعظمته. فنزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فكانت رحمة كبيرة كفتت على المسلمين. ودي لها شرح كبير، المقام ليس مجالا له. إذن بداية الولاية إيمان وتقوى، إيمان سابق وتقوى بمعنى ترك الحرام وفعل الواجب. المرحلة المتوسطة للولي أن يفعل السنن والمستحبات ويترك المكروهات. المرحلة العليا ألا يشغله عن الله شاغل، هو دائما مشغول القلب بالله وموصول به. هل معنى هذا أن الإنسان لا يقع في المعصية وهو ولي؟ لا يقول يقع أو ما يقعش ليه؟ يبقى تارك الحرام ويفعل الواجب ويقع في المعصية. ليه؟ لأن الحديث يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومن يقع في المعصية فيشعر بالذنب ثم يتعجل التوبة ويرجع إلى الله، الله يحبه والله يغفر له والله يقربه منه، لقوله تعالى إن الله يحب التوابين. والتوابون هم الذين كلما وقعوا في الذنب رجعوا إلى الله. أما الذي يفعل الذنب وهو مصر عليه حتى لو كان الذنب من الصغائر، من يفعل ذنبا وهو مصر عليه الذنب الصغير يتحول إلى ذنب كبير. الله تعالى يقول ولم يصروا على، والذين إذا فعلوا فاحشة، شوف ربنا بيتكلم عن المتقين وسارعوا، علشان الكلام يبقى معروف إن دليله جميل القول لما يدفق المية. يقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة
يعني ذنبا من الكبائر، او ظلموا انفسهم ولو بذنب من الصغائر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما قالش والذين لا يقعون في ذنب، لان الله لو قال ذلك لكلف الانسان فوق طاقته. يبقى احنا عارفين والله رفع التكليف فوق الطاقه، يعني لا يكلفنا فوق طاقتنا. طبيعتنا البشرية أننا نخطئ، وطبيعتنا البشرية السليمة أننا نتوب ونرجع إلى الله. وانت عارفين الحديث الصحيح اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيخبر فيه أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فأذنب ذنبا آخر فقال يا رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فأذنب ثالثا وقال يا رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله له افعل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ايه؟ يعني ما دمت كلما وقعت في الذنب شعرت بالخطر وندمت ورجعت الى ربك فالله يغفر لك الذنب ولا يؤخر. وهذه رحمة كبيرة من الله، فتحت لنا الابواب فتحا واسعا. اذا لا مانع من ان يكون الولي يقع احيانا في المعصية، لكن الولي الله يستره، الولي يندم اشد الندم على الذنب، الولي قد يظل يتوب من الذنب الواحد سنة باكمله، سنة باكمله. والسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق عشان نذرت نذر ولكنها لم توفي به، واعتقد في رواية انها اعتقد 40 رقبة، لانها كانت نذرت انها لا تكلم عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير يبقى ابن اختها وهي خالته. فظل يترجاها ويسوق اليها الشفعاء حتى رضيت عنه وسلمته. والموضوع فقهيا له كلام كثير. بعدها ظلت لاخر عمرها وهي تبكي الندم لانها لم تفد هذا النذر، مع ان هذا النذر اصلا المفروض فيه ان ما يتوفاش به، لكن احست كانها عاهدت الله عهدا ولم توفي بالعهد بينها وبين الله. يعني اذا المؤمن حساس. وعلى هذا يبقى يجب ندرك ان المؤمنين الاتقياء يعيشون في رحمه الله ونعمته، وهذا يدفع المؤمن الى ان يكون دائما حريصا ان يظل في حماية الله ورحمته. وهو لا يظل في حماية الله ورحمته الا اذا كان دائما حي القلب يقظ الضمير رجاعا الى الله توابا من الذنب، يبحث دائما، يبحث بإبرة في نفسه في بيته في اولاده في معاملاته في جيرانه في اقاربه، هل يقع في معصية مع هؤلاء ام هو بريء لا يقع؟ فان احس بذنب بسرعة يرجع ويتوب ويترك الذنب، لكن لو ظل يقول الذنب ده من الصغائر يعني ما تهتمش بيه ربك يغفر. يقول الإمام الغزالي في الإحياء إن الذي يستصغر الذنوب الصغيرة تعتبر
في نظر الله كثيرة من الكبائر. يعني الذنوب الصغيرة تتحول إلى كبيرة. فهي يقول تتحول الذنوب الصغيرة إلى كبائر في أن تقع من العالم، لأن العالم قدوة للناس، فإن وقع في صغيرة قلده الناس فيأخذ ذنب كل من يقلد. تبقى وقعت صودا وربنا يغفر لنا ويعفو عنه. ثانيا انك انت تؤخر تستهين بالذنب الصغير. ايه يعني ده؟ سيبك من الحكاية ارجال عما تسببتي دي من اللمم من الصغائر حتفوه بقى ما تسمج ما تسمج بالشغلات. ويقول في ذلك العلماء لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه، الى عظم الله الذي تبارزه بالمعصيه. اشوف انت بتعمل مع مين الغلطه، مع مين اللي خلي كمان الصغيره كبيره؟ تكرار الصغائر، كثرة الصغرى او الاصرار عليها. وعمر ما واحد بيكررها الا لانه مصر عليها. طيب على كده هل يمكن نعرف الاولياء بيننا؟ ممكن نعرفهم. من هم الاولياء؟ الجماعة اللي بيريله وبياخد النار يحطها في فمه ويطلعه نار من بقه ويأكل الزجاج ويمشي على المسامير، يعني يبقى هند بوذي. ما هو الجماعة البوذية الهندوة بيمشي على النار وبيمشي على المسامير وهم وثنيون. وثنيون يعني أكبر من عباد الأصنام في الذنوب بتاعتهم. يبقى ده الولي. الانسان اللي يلبس له عمة خضراء ولا عمة حمراء ولا عمة ملونة وملابس مزركشة والسبحة طولها مترين وماسي عمال هو الله. ايوه حي، وخد عندك بقى من الشغلة دي وحواليه شوية حلمان فيسية بتوع اشاعات. اما الشيخ والي بساكي ليه؟ الشيخ ده واحدة ما كانت بتقبل وجدت له الاثر بتاعها على طول خبط لها احداث في اول شهر، جابت اثنين حملت فيهم مرة واحدة. اتان اما الشيخ ده بتاك ايه؟ ده عمك الشيخ عرعر كان مريض وعنده صداع ما بيسوكه، راح لجميع الاطباء والاخر راح للشيخ حلمان فيسي ده بمجرد ما لطش رقوة طلع من عنده على طول ولا شيء فيه. ام قال جماعة اللي بيأكلوا من ورا النصب والاحتيال هو ده بقى اللي نسميه ولي؟ طبعا كذب الكلام ده، لان مش هو الجماعة الصالحين قالوا اذا رأيت رجلا يطير في الهواء او يمشي على الماء او يخطو من المشرق الى المغرب في يخطو في لحظة عين فانظر اليه، فان وجدته يعمل بالكتاب والسنة فهو ولي، وان وجدته لا يعمل فهو شيطان. الشيطان بيعمل اكثر من كده. اذا المسألة يجب نعرفها. اذا من هو الولي؟ الله اكبر نبي المؤمن التقي. يبقى مش الرياله ولا البكس ولا اللي بيشوف الاثر ولا اللي يقول لك بينام طول النهار في مكان مظلم ما بيصليش. لا، ازاي ما بيصليش؟ ده بيصلي في الكعبه. طب مين شافه بيصلي في الكعبه؟ بيقولوا كده انه بيصلي في الكعبه، ويمكن الجماعة اللي حواليه واحد منهم يقول انا تركته هنا ولما رحت هناك لقيت الرجل بيكون على ما جيت امسكه اقول له يا سيدنا الشيخ على ما نسيتي نظر لي بعين نظرة معينة واختفى من امامي. واحنا بقى انت عارف في فرق مخصوصة للنصر والجدل والضحك على الناس.
وموجود الكلام ده وعايش بيننا. طيب امال اذا الولي معروف شرعا؟ ولو لم يكن معروفا ما قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد اعلمته بالحرب. لو كان الولي لا يعرف ما قال الله ذلك. إذن الله قال لأنه معروف. ومن الولي؟ كل مسلم أمامنا لا يقع في صغيرة ولا كبيرة أو يصر عليها ويفعل الواجبات يعتبر وليا من أولياء الله. ويجب أن نحذر ونخاف، نخاف من إيذاء، ونخاف من ذم السوء به، ونخاف من إساعة القولة عنه مهما يكن صغيرا أو فقيرا، عالما أو جاهلا. ما دام قد لزم طاعة الله وترك الحرام فلا يحل لنا أبدا لا أن نظن به سوءا، ولا يحل أن نغتابه، ولا أن نؤذيه، ولا أن نضره بشيء. والله قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. يجب نعرف جيدا أن هذا هو القصد بالنسبة لعباد الله. احنا عندنا أولياء، إذا الأمة الإسلامية فيها أولياء لله كثيرون. طيب أمال الأولياء دولة ليه أمال هم ما بينتصروش؟ قال لك: لأن هم عملوا حاجة عشان ينتصروا. هم راحوا يحاربوا؟ لا، لما بيروحوا يحاربوا بيشيلوا أولياء الله من الكيس. ليه؟ عشان يتهزم. والمرة الوحيدة اللي حطوا أولياء الله المسيين اللي حطوهم وكانوا من أولياء الله، هم اللي عبروا، هم اللي قال الله أكبر، وهم اللي ظلوا صايمين، وهم اللي صلوا بعد ما انتصروا، وهم اللي عملوا كل الكرامات اللي حصلوا. وبعد ما خلصوا شوية الأولياء ودخلوا شوية الحرنكيين، بدأت الحكاية تحتاج لكسنجر. لأن خلاص ما بقاش المدد من الله، بقى الحكاية مع أمريكا ومع روسيا والشغل إياه دي. فإحنا إذن يجب ندرك هذا المعنى. أنا فكر قصة جميلة، قصة أم فريق. أم فريق كانت يمنية، والقبيلة بتاعتها كانت لم تسلم، لكن زوجها أبو العسر كان قد أسلم، فأراد أن يخرج مع أهل اليمن ليذهبوا إلى المدينة ويبايعوا على الإسلام. فقومها قالوا لزوجها: لا تأخذ زوجتك معك. قال: هي زوجتي وأنا حر في أخذها. قالوا: لا، يا ابنتنا، وأنت أتلفتها وأكتبتها لأنك دخلتها في الدين بتاعك. قال لهم: يعني ما يدخل الدين ده يبقى فسد، مش ممكن تطلع معه. فاضطر أن يتركها ويسافر هو. أخذوها وعذبوها لكثر، فلم يستطيعوا أن يردوها عن دينه. قالوا بسيطة، كانوا مسافرين في أيام الصيف، جماعة منهم مسافرين والحرارة شديدة، فأخذوا المرأة وأرادوا بها سرا، فحملوها على جمل عار بدون غطاء عليه. معنى ان جسمها، ان جلدها تسلخ من خصون شعر الجمل. بعدين هم ماشيين، عيد الآبار والظلال بياخد راحة وقت القيلولة، فإذا نزلوا في الظل وحول الآبار فأجلسوها هي في السر
وقيدوها حتى لا تتحرك وهم مؤمنون، وربطوها حتى يضمنوا ان تظل كما هي، ثم جاءوا لها بالخبز اليابس والعسل فتأكل، فإذا أكلت وطلبت الماء منعوها الماء. انت عارف الخبز اليابس بعد ما ينزل على طول عايز بقى يمين وعايز يتصفى فيحتاج ميه، والعسل بيحتاج ميه، والحر عايز ميه. يبقى ثلاثة بيحصلوا فيها وهنا يمنعون الماء عنها زيادة في تعذيبها. فالمرأة اضطرت أن تترك الطعام، لما منعوها الماء لم تأكل بعد ذلك، ومضى على ذلك ثلاثة أيام. في اليوم الثالث المرأة تقول: أحسست حين ربطوني وضعوني في السم، أحسست كأني فقدت سمعي وبصري وعقلي، ثم حصل عندي إغناء غشي علي، يعني حصل لها إغناء. تقول: فبين أنا كذلك أحسست بشيء راكب على شفتي، ففتحت عيني بالصعوبة وإذا بدلو نازل من السماء. تقول: ففرحت وأخذته وشربت منه مسطة، ثم رفع ثم نزل فشربت منه مسطة ثم رفع، ثم في الثالثة ترك لي. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفيها شربا صحيا، لأن لو شربت من الأول المعدة حرارتها مرتفعة وخالية، فنزول الماء العذب الجارد مرة واحدة هيصيبها بمرض يتعبها. يوم ربنا سبحانه وتعالى بيسقيها الشرب المناسب لها. تقول: فشربت حتى رويت، وما بقي من الماء أصبته على رأسي وسائر جسدي، فأحسست أني رويت وحييت وقويت. فلما قاموا من نومهم نظروا إلي فإذا أنا على أحسن ما أكون، فجاءوا صراعا وقالوا: يا امرأة أنا فرقت ما أنا. وقالت لهم: ما فرقت ما أكون، أما كنت لأفعل. فدارت رؤوسهم ونظروا في الكيد فإذا هو كما هو في الرزق، ونظروا في الغل الموجود في اليد والرقبة فإذا هو كما هو مربوطة كما تركوه. ثم ذهبوا إلى الأواني فوجدوا الأواني والقربة كما هي لم تنقص شيئا من الماء. ففي يد الرياسة من عندهم اتجمعوا وذهبوا بعيدا يتساومون، ثم جاءوا يقولون للمرأة: يا امرأة والله إن الذي سقاك لهو الإله الذي آمنت به، والله يا امرأة إنك لعلى الحق وإنما لعلى الباطل، والله إنا لمؤمنون بالإله الذي آمنت به. ثم قال رئيسهم: فكوا قيودها ولنذهب كلنا لنبايع رسول الله على الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة ثبتت وصدقت وصبرت، فكانت سببا في إيمان قومها وإدخال السعادة عليهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله لا يزال، يعني بعض النساء اليوم ظلت الوحدة صبر على جوزها وهو يأمرها أنها تلبس ملابس متكسفة وملابس خليعة، ويأمرها أنها تروح معاه الأماكن الكثرة
وهي تمتنع وتصبر وتمتنع وتصبر حتى هدى الله زوجها للإسلام والحق بسببها. إذن احنا محتاجين لهذا النوع عشان الولاية، انه اذا وجدت بيننا فان رحمة الله تنزل علينا ولن يتركنا الله ابدا. هذا كاف بموضوع الولاية وموضوع رعاية الله للمؤمن. اما موضوع المحاضرة فإننا نتكلم في البيوع الممنوعة شرعا. اتكلمنا عن الموتى، عن الخمر، عن الخنزير، اتكلمنا عن الأصنام، اتكلمنا عن بيع الدم والأحكام المترتبة عليه، عن بيع النجاسات، اتكلمنا عن إمام رسول عليه الصلاة والسلام عن بيع أي شيء محرم، يعني ما دام الشيء صار حرام ولا ينتفع به إلا في الحرام، لا ينتفع به إلا في الحرام، تفضلت من الكلمة دي يبقى لا يجوز بيعه، لأنك بتبيعه علشان يستعمل في حرام، يبقى إذا حرام بيعه وأكل ثمنه حرام. وعرفنا الحديث في ذلك إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى حرام أكل ثمن، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما سمعنا عن حلوان الساهم، وعرفناه الأجر اللي بنعطيه للعراف والمنجم والساحر علشان يعرف لنا ويقيس الأثر ويعرف الغيب، وعشان الساحر يخرب بيت الذرة، وعلشان يخرب بيت ابن عمه وابن خالته إلى آخر. وطبعا الساحر معروف إنه كفر أو يؤدي إلى الكفر، وجزاء الساحر في الإسلام أن يقتل لو كان الحكم حكما بما انزل الله. كمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسل السحل، ودي الكلمه للاكل سال عليها ما معنى عسل السحل. دي معامله كل الناس بتتعامل بيها، يعني انت لما يكون عندك ناقه ودي وقت اللي عايزها تحمل فيه بتاخدها توديها لجمل علشان الناقه تحمل من الجمل، فماء الجمل اسمه عسب. عسب له اسمه جامد وقته. فاذا هذا الماء هل يجوز بيعه؟ لا، لا يجوز بيعه لان غير معلوم، وده امر غير مقدر وغير مكيف. كذلك لما بتكون تودي المعزة بين الجبال عند السيوف على سن تحمل، او تودي المعزة عند الكب على سن تحمل، هل ذكران الحيوانات على سن يتصلوا بالإناث ويحصل حمل يبقى انا ابيع واشتري في هذا؟ قال لك ممنوع البيع ده لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. طيب يا أخي مين اللي يرضى إن الحصان بتاعه يتصل بالفرس أو الجمل أو بدون أجر؟ افرض تمسك، قال أعطيه إكرامية. أعطيه إكرامية يعني يجوز الإكرامية من أجل الذكور واتصالهم بإناث الحيوانات. تجوز الإكرامية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل ورخص في الإكرامية. يعني تقول له يعني طلع قرشين كده وقول له اتفضل لو سمحت نص دينار ده أو الدينار ده أو الاثنين دينار ده، مسموح مفصلة. الفرق بين الإكرامية والبيعة أنت عارف.
بتروح انت علشان تقضي شغلتك. عمك الموظف اللي انت عارفه ما بيقضيهاش. تقوم تقابل اللي على الباب او اللي قايم بالدور الوصفه الخبيثه تقول له عاوز كام؟ يقول له 20 50 90 200 دينار. طبعا كل وظيفه لها تسعيره. عايز وظيفه بعشرين دينار يبقى تدفع 20 دينار او تدفع قهرين مقدر وتاكل من الارض على ما تديله هو الديون بتاعه. عايز وظيفه ب100 دينار يبقى تدفع برضه 5 شهور. عايزها ب200 دينار يبقى عليك ب6 شهور. اكتر من كده بيبقى المساله عايزه غرقه كبيره. انا ما بعرفش المناصب الكبيره بتاع ال 500 دينار دي و400 بقى يمكن انت اللي عارفين. فده ما بيساوم يبقى اسمه ده بيبيع الوساطه بتاعته. ده بيع وسره او اجره. لكن في واحد تاني روح اول ما دخلت علشان المشكله بتاعتك فالراجل قال لك شافك كده والاكل فيعني فيك الخير وباين عليك ملحلح كده يعني مالكش دقن وما انتش مكسر ومبوز واخد الحكايه بجد. ما هو لو دخلت وشافك مكسر ومبوز وليك دقن يقول لا ده هيعمل بالصرع ده عمرك ما تفول منه ولا فلس ده. يبقى تعالى بكره يروح لبكره يقول له بعد وبعد يقول له بعد وبعد 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 لغايه سنتين ويخرب بيته ورا بعض بعض. لكن لما يشوف واحد تاني يقول له اهلا الف مرحبا انا مستعد لاي خدمه. عايز ايه؟ يقول له انا جاي والله مقدم طلب عشان كذا. يقول له في كذا ده بكذا وفي حاجه احسن منها شويه وفي يعني ايه اللي تحبه؟ والله انا احب الاحسن ده. احنا في الخدمه يعني زي ما تحب. الحقيقه انا ما باين عليك انك انت يعني راجل انسان وراجل ذوق وعندك نظر وعندك نظر وعندك نظر. دي خد بالك منها يعني حتى تعرف ازاي تجامل اللي يجامله. والثاني بقى لما يكون واعي يقول لي يا سلام. الحقيقه انا اول مره اشوف واحد مدحدح كده وفاهم وذكي زيك وبيقدر يقدر الناس. عموما انا عايز الوظيفه دي وانا يعني مش هقدر اقدر جمالك وما اقدرش اقول لك الكلام مش كفايه. الكلام مش كفايه في الموضوع ده. بس انا في نفسي اطمئن انها هتمشي. اول ما اعرف انها هتمشي انت ليك عندي احسن مكافاه. كلمه الكلام مش كفايه واحسن مكافاه بس نفسي اشوف البدايه يبقى كان الحكايه الثانيه. طبعا يوم ما بيخلص لك الموضوع قلت ما فيش اتفاق فحضرتك بتروح مطلع حاجه وتديها لك كده اكراميه وبعدين هو يبص فيها ويقول الجدع ده عنده نظر كانه يبص فيها ويقول يخرب بيته ويحمد بيت طلاق ما هو عاملها تاني ابدا. يعني اذا دي اسمها اكراميه. انت بتروح اي مكان واحد يخلص لك الشغل بسرعه بتطلع له ربع دينار نص دينار وتديله دي اسمها اكرامية. بتقعد مثلا في على قهوة على كازينو على كيلتون في وبعدين بيجيب لك الجرسون الطلبات وتبقى الطلبات قد كده وتطلع كمان جنبها حاجة اسمها اكرامية. اذا عرفنا الاكرامية جايزة. اما المفاصلة في بيع والشراء لا تجوز بالنسبة لهذه الاسئلة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربون او العربان. اسم العربون واسم العربان. بيع العربون ده كلنا عارفينه. فانت بتروح لواحد تقول له بيع لي السياره بتاعتي. اشترينا وفصلنا طلعت السياره لانها موديل 71 طلعت ب 500 جنيه. قلت له الحقيقة أنا يعني أبي 50 دينار أهم عربون عشان يبقى ربط سلام.
وديني فرصة علشان أوجب أجهز الفلوس وهي سيارتك معاك. إن جبت لك الفلوس بتتحسب 50 من المبلغ، وإن ما جبت الفلوس يبقى ضاعت علي 50. الله يسهلك إيه؟ بس هو ده بيع العربون. فذلك رحت تستأجر سكة. السكة زي ما انت عارف بتبقى 30 صارت 90، وانت مقدر تستأجر. هتروح فين؟ ما هو في واحد لغاية دلوقتي المدرس ساكن هو وزوجته في دكانة، وبيخشوا اتفقوا مع الجيران يسمحوا لهم عند ما يجوا يتودوا ولا كده يدخلوا عند الجيران، وبعدين يطلعوا يتلموا في الدكان. تحط بقى دماغ واحدة ست مع جوزها في دكانة، عايزين ازاي؟ ولا اللي قرأ الهدف النهاردة وشاف الناس اللي ساكنين ساكنين ازاي يقول نحن بلاد العجائب. بلاد العجائب، وبس مش عايز اقول اكتر من كده. طيب انت اديت لي في السكه قلت له اتفضل انا خدتها رديت ب 90 دينار، واحنا بس ارجوك على ما نصف بالعقل اتفضل اللي عارفينه. فديت له 10 دنانير. أنا رحت وبتبحث واحد قال لك تعالى انت راجل مسكين غلبان في سكة واحد حيسيبها في عمارة صاحبها ابن حلال. العمارة بالإيجار كان ب40 واللي بيطلع بيسكنها بس ب45 مش ب90 بقى ولا ب100. تعالى الراجل ده راجل طيب وحنصف لك سكة. طب أنا دفعت 10 أنا تروح لبكرة تقول لك أنت دفعت العربون. عربون يعني إيه؟ يعني إن رجعت السلامة تبقى باع عليك الفلوس، وإن ما رجعتش السلامة الفلوس تحسب من ضمن الإيجار. مفهومة دي؟ هل العربون حرام ولا حلال؟ أولا في حديثين، حديث رسول عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن بيع العربون، للحديث ده سئل عن العربون فقال هو حلال. هو اسمه عربون واسمه عربان، يعني الاثنين يقول لك عربون عربون او عربان ماشي، واسمه عربون وعربان برضه. الحديث اللي قال هو حلال ضعيف، والحديث اللي منه ضعيف. طيب اما نتفضل نرجع لايه؟ قال نرجع للاصل، كيف ياكل مال اخيه بغير وجه حق؟ فجمهور الفقهاء قالوا يحرم العربون ولا يحل لاكله. والامام احمد بن حنبل قال يحل بيع العربون ويحل لآكله. ليه؟ قال شوفوا بقى، هو قال له خد الفلوس دي على اساس لو ما رجعت لكش مش عاوز، يعني يبقى مسامح فيه، وما دام اعطاه وهو مسامح ليه محرم؟ والدليل اللي اعتمدت عليه دليل ضعيف، ومعانا مثل دليل بيحلل العربون. فإن أخذت بالضعيف قلت يحرم، نأخذ بالضعيف ونقول بيحلل. شلت الحديثين الاثنين يبقى الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وهو نفس ثابت نفس ثابت وقال له خذ العربون. يبقى خلاص وجودها يمكن أقل ضرر، كان حيبيع السيارة بقى حلوة بأقرى أسبوع وبعدين قال له متحسر. كان حيبيع البضاعة بقى حلوة أقرها مثلا يومين ثلاثة وبعدين قال له مش عاوزها. فبتحصل أيضا مضاعفات للجانب الثاني. يبقى عرفنا بيع العربون ورأي الفقهاء فيه.
أكثر الفقهاء قال حراب سواء كان في البيع أو في الإجارة، وكل من الفقهاء ومنهم أحمد بن حنبل قال حلال. وعرفنا الأدلة شكلها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، اسمع بقى السيدان، عن بيع المنابذة والمزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمعاومة والملامسة. يعني ايه؟ طبعا انا عشان دي يفض الحديث، الحديث جاء بالكلام ده، لكن لما نيجي نصرحه هنصرحه بالامور اللي ماشيه في حياتنا. خلاصه الحاجات دي ان اذا كان الثمن اللي بتشتري بيه مجهول مش معين وواضح، او الشيء اللي بتشتريه يكون مجهول وغير محدد، يبقى البيع باطل لا يصح. البيع لا يصح. مثلا انا رحت قلت لك وجدت عندك قطعة مزروعة بالبر بالقمح، قلت لك شوف يا شيخ بيعلي القمح ده بيعهولي بعشرين بمثلا 1000 كيلو بر، ادهولك 1000 كيلو، يبقى الثمن معلوم، لكن القمح اللي بيتباع تحت ده مش معلوم، اللي في الحق مش معلوم، لكن انا بقول لك هعطيك 1000 كيلو، يبقى ال 1000 كيلو الثمن معلوم، لكن البيع اللي بينباع غير معلوم. قال لك ده بيع حرام وممنوع ويقع باطل. ليه؟ قال انت فاكر ده يعتبر نوع من الربا، انت فاكرين ان بيع القمح بالقمح مش مشترك ان يكون يد بيد ومثل بمثل، يكونوا زي بعض في الكيل او الوزن، يتكلم وتستلم، فبتسلم وتستلم دي ممكن، لان الراجل اذا ترك الحقل اللي فيه الزرع ومشي وقال لك اتفضل انا تركته تفعل ما تشاء، يبقى خلاص وانت تسلمه القمح. لكن هل ده مثل بمثل ولا ممكن يكون اللي في الحقل اكثر او اقل؟ يبقى اذا مجهول الثمن الثاني مجهول، يبقى ده ربا. فمن جهالة المبيع تخلي البيع غلط. طيب اسمع بقى، انا رحت للحقل ده اللي فيه قمح او شعير او فيه نخل فيه قمح او شجر زيتون فيه زبيب، وقفت كده وشفت، قلت لك شوف يا راجل انا اشتري الارض المزروعة دي، اشتري الزراعة دي، الثمر اللي فيها بمية دينار، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا يجوز، لان انا ما بشتريش قمح بقمح، ده انا بشتري قمح بفلوس. قال لك طيب، لكن اللي انا بشتريه ده مجهول. قال لك لا، في ناس مخصوصين اذا مروا شاف البر السنابل وفرشها وعرف مقدار الحقل على طول بيخمن ويقول لك ده هيطلع كام كيلو، ف
تخمينه بيطلع مظبوط يا اما بزياده قليله او بنقص قليل. واحنا عارفين تبياض الكلام لما يشوف الزيتون موجود قدام واضح اهو بيعرف ان ده هيجيب كام فيقدر يسمي. وطبعا هو بيشتري بياخد على حساب الاقل، يعني اذا كان ده فيه 10,000 كيلو بيعتبرهم هو 9,000 وانت برضه بتوافق على كده. بس في شرط واحد، في شرط واحد، ايه الشرط؟ ان لابد الثمر اللي بشتريه يكون ظهر صلاحه للاكل او للاستعمال. ظهر صلاحه يعني ايه؟ يعني يكون اذا كان بلح يكون تحول من بش بدأ يأكد اللون بتاعه اللي يصلح بيه من أبنى. البساير ظهرت فيه. الآن يكون الحبة برمت وبدأت تصلح، لو جت فيها مصيبة بعد كده مش هتأثر عليها. الشعير بالتكلبة، الزيتون بالتكلبة. أما أروح للقمح هو لسه ما فيش تنابل وأقول له بيعي ده مثلا بمئة دينار، البيع باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى إن إحنا نبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل ما يظهر إنها صالحة للاستعمال. اتهمت الدروكة. طبعا إحنا في بلادنا واقعون في هذه المشكلة، بنروح كده نشوف الحق وتقول له بيه يا عم ده لسه ما ظهرش حاجه، يقول ان شاء الله مبروكه بس بيع، وتروح على طول ما بايدك ومديله الفلوس وتخلصه على كده. طبعا البيع ده يبقى غلط لانه الثمر اللي فيه لم يظهر صلاح. عرفنا دي؟ طب ايه بقى دي؟ دي اسمها البيع في الحقل، دي اسمه المحاكله. إذا بعت زيتون بزيتون يبقى باطل، زيتون بفلوس جايز، قمح بقمح يبقى باطل، لكن قمح بفلوس جايز، قمح سعير بسعير يبقى باطل، لكن سعير بفلوس جايز، بشرط يكون ظهر سيدته. عرفنا دي؟ أي المعاونة؟ المعاونة دي تيجي تقول له اسمع يا عم إبراهيم، النخل بتاعك ده احنا لسه اول السنة ويدوب خدنا الثمر دلوقتي، تقول له بيع لي النخل ده للسنة الجاية بحالها. تبيع لي هو لسه ما طلعش الثمر، قال له ما لسه بس يجيب لي قليل يجيب لي كثير، ما يجيبش خالص، العام ده كله ليا بكام؟ قال له اتفضل ادي 1000 دينار اهو، وانا هاخد الثمر اللي يجي من النخل ده. يبقى البيع ده صحيح ولا باطل؟ باطل، لان اللي انا بشتريه مجهول ولا معلوم؟ مجهول، يمكن يجيب ويمكن ما يجيبش خالص اي حاجه. كذلك انا برد المخادره، ايه المخادره؟ انا رميت في الارض بذرت فيها بذور، هتشتري بذور لايه؟ بذور في بسله وفي باميه وفي ملوخ وفي حمقاء الرجلة وفي فجل وكرات وجرجير. الاسماء دي انت عارفينها ولا مش عارفينها؟ اوعى اكون انا اسميها من مش عارف. هو ده فنجان عشان خاطره واحد يظهر طبخها النهارده. فهو بعد ما بذر البذور وبدأت لسه الحكاية، قلت له تبع لي الحاجات اللي هتطلع من هنا، قال لك هو حاجة طلعت لسه؟ قل له بس بالبركة كده بيع، أنا عارف إن الأرض بتاعتك دي أرض مبروكة، فما يمكن تحصل حاجة على المبروكة دي. فراح شاري منه مثلا ب 200 دينار. طب اللي طالع ده مجهول ولا معلوم؟ مجهول، يبقى صحيح ولا باطل؟ يبقى باطل. أدي كمان عرفناها، ده اسم المخاطرة، يعني بتبيع الخضرة قبل ما تظهر صلاح. طيب انت المنابذة، منابذة يعني ايه؟
تقول له انت قلت ايدك ولا في الصوب بتاعي؟ تقول له انا معايا صوب اهو، انا لافت الصوب بتاعي انا كمان. ارمي صوبك ونرمي لك صوبي. يا سيدي انا ما شفت صوبك ولا انت شفت صوبي، تقول له انت وحظك. يا طلعي زين يا طلعي سين. وتبقى ببيعة دي كانوا بيعملوها بكثرة في الجاهلية. تقول البيع ده اسمه المنابذة لا يحل، لان ده مع المجهول وده مجهول. كذلك لا يجوز بيع الملامسة. ايه الملامسة؟ انا بتكرر على الاشياء. حضرتك وقت تقول ما فيش واحد يمد ايده، اللي يمد ايده لاي بضاعة تلزمه، سواء رآها من الداخل او لم يرها. يعني تلزمه باللمس، باللمس ده ولا نفس العفاريت ده. وايه اللمس اللي يطلع البيعة يسيرني بها؟ يعني مجرد ما لمست يبقى خلاص وجبت. ايوة بمجرد ما تشيلها بايدك تبقى لازمتها. ان كانت من الداخل زين او سين اتحملها. يبقى البيع ده صح ولا باطل؟ يبقى باطل. كمان بيع الاشياء المجهولة القدر. انا قلت لك تعالى يا شيخ حسني عايز ايه؟ قلت له انا عايز 20 30 40 حمامه. قلت له كثير بكام تشتري؟ قلت له هو فين؟ قلت لك ما هو في الجو اهو، اشتري من الجو وانا اجيبه لك. بعدين الشيخ حسني لقاني راجل بدائي قال له يمكن الكلام ده صح، انا قاعد بقول دول جماعه يعني ما بيجيبوش، ما كنت لسه عارف ان هياخد مقلب. وراح قلت له انا هبيع لك الحمامه الواحده دي بنص دينار، يبقى 40 ب 20 دينار. ايدك يا شيخ حسني ولطفت منه ال 20 دينار وبدات ابحث لي بقى عن الحمام اللي في الجنوب على ما بيجي. يبقى ده بيع صحيح ولا باطل؟ باطل، لان ده شيء مذكور على تسليمه. كمان قلت له شيخ حسني انا حرمي السبكه المرات، اللي يطلع لك يبقى ده بتاعك، تاخد اللي يطلع بكام؟ قال لك انا شفت حاجه. قلت له انا كده ما ببيعش الا بالشكل ده، اديني بضربها والنص لا تشتري كده. اتفضل الدين انا ببيع الضربه الواحده بخمسه جنيه، بخمس جنيه. الشيخ حسني عايز يلفظ سمك وكل برضه من الشغله، قال اتفضل وامر لله يا يجي يا ما يجيش. وراح مديني الخمس جنيه ورحت ضارب لي ضربه غواص، يا اما يجيله ثلاثة أربعة سمكات وأمر لله، يا إما تملى وتجيب له حاجة بعشرة جنيه ياخد. يبقى دي اسمها زي شغل، أهو الاثنين دول زي شغل الثمار تماما، زي شغل الثمار. كذلك اللبن في ضرع الحيوانات. قلت له اشتري اللبن اللي في الضرع ده. قال لي بكام؟ قلت له بس اشتري. قال لي بنار. قلت له شوية بنار الناس. قلت له زي بعض أنا ناس. في ساعات الحيوان يبقى الزرع بتاعه منتفخ لكن يجيب لبن قليل، وفي حيوان في الزرع غير منتفخ لكن عنده تبشيره في الداخل يجيب لبن كثير. وفي ناس سميه في المعرفه دي خصوصا بالنسبه للجوانيس. فعمك حسن رحلات انا لطشت منه الدينار ونص وجيه على الثاني يحلب نزل له 2 3 كيلو وضاع عليه الدينار ونص. يبقى البيع ده صح ولا غلط؟ وطلع. اللي فيه خلاف السيف على ظهر الغنم. قلت له قدامك الغنم ايه السيف باين عليها؟ اتفضل اشتري. بعضهم في حديث ينهي عن بيع السيف على ظهر الغنم، لكن الحديث ضعيف. عشان كده بعض الفقهاء قال يجوز بيعه لان ده ظاهر ممكن نعرفه، والبعض قال لا يجوز بيعه لان فيه غرر، يعني فيه بحث على الناس وفيه جهاله. عرفت شوية الحاجات دي اللي لادي نكتفي الى هنا، وهي دي واجبة ارجو تنظموها. ما بنبدأش المحاضرة كلها من الاول في الموضوع ده لان انا عارف ان موضوع البيوع جاسم شوية والواجبة تقيلة، وانتوا بتيجوا كمان متعسفين، فلما نجيب جسامة على جسامة بنخاف عليكم وعلى نفسنا برضه لما ناكل العلقة قبل ما نطلع. اتفضل يا شيخ حسين. حرام تربها أم لا؟
هو انا افتكر ان مفيش ديره بدون تحتيه، لان الديره نفسها نوع. وان كان البعض بيتكلم كتير في الموضوع، لكن هي نوع من الخمر، لان كل مسكر خمر ولو اذكر كثيره ولم يذكر قليل. وكل اللي احنا سالناهم عن الديره قالوا ان فيها نسبه معينه من الكحول وكثيرها يسكر. حسب هذه المعلومات تبقى حرام. اذا انت سالت متخصص في الموضوع كصيدلي مسلم وقال لك انها لا تسكر وليس فيها كحول، تبقى روح اشربها. ده اللي انا اقوله لك، لان احنا بنرجع الى المتخصصين في هذا. معلش انه بيبيع الخنزير في بعض الجمعيات دي. ارجو تذكير قوله تعالى ما نبتت عليهم السماء. المقصود ان نبتت عليهم السماء يعني ان الله تعالى لما لعنهم لكفرهم لا يوجد بقعه الارض لو كانت تبكي ما بكت عليهم، ولا توجد بقعه السماء كانت تبكي فبكت، يعني لو كانت بتبكي ما بكت عليهم. يعني ان هؤلاء الكافرين من بني اسرائيل الذين اهلكهم الله وابادهم ومن قبلهم ما استحقوا رحمة في الارض ولا في السماء، لا من الله ولا من اهل الارض ولا من اهل السماء. واضح الفكرة. واحد بيقول يقف تلاميذ المدرسة مدرسينها كل صباح تحية للعلم مع رفع اليد بالطريقة المعروفة، وكذلك يقف الجنود، ومن ناحية أخرى ينكس علم الدولة حين يموت رئيس مات، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وما النظرة التي يجب أن تؤخذ نحو العلم؟ يا ابني أنا عايز أقول لك على حاجة. هل هو الإسلام محكم في كل شيء ويقف على العلم؟ انت عارف لما جماعة راحوا يسألوا السيدة عائشة عن دم البراغيث، فقالت لهم استحللتم دم الحسين وجئتم تسألون عن دم البراغيث؟ فاحنا ايه اللي شرعي علشان نيجي نسأل عن موضوع العالم لوحده؟